مشاريع إنجاز مسابح على مستوى ولاية الجزائر جاء لتعزيز المرافق الرياضية الجوارية. في المخطط التنموي للولاية 26 مسبح، منهم 12 مسبح في طور الإنجاز من طرف مديرية شباب الرياضة. ثلاث مسابح تمت المداولة عليهم في إطار صندوق الولائي لتنمية مبادرات الشباب، هم متواجدين بعين بنيان المقرية وباب حسن. ما يقارب 1000 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لدعم هذه المشاريع. لدينا برنامج لإنجاز مسبح الشبه الأولمبي في كل بلدية. هذه المشاريع كلها ممولة من ميزانية الولاية وميزانية صندوق مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. الهدف منها هو تقريب هذه المنشآت الجوارية لشبابنا، خاصة على مستوى البلديات التي تبعد عن البحر، وهذا من أجل إعطاء فرصة للشباب لممارسة رياضة السباحة. مشاريع جوارية طموحة كإنجاز ملاعب لكرة القدم سيتم إطلاقها لتغطية العجز في المرافق.